أسعد الله مساءكم مشاهدين قناة شوف تي في بكل خير. إليكم الموجز الإخباري الثاني لنهار اليوم. عبرت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء عن تفهمها التام للأسباب التي كانت وراء تأجيل الزيارة الرسمية التي كان مقررا أن يقوم بها الملك محمد السادس للصين ابتداء من يوم الخميس. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية في لقاء مع الصحافة: أبلغنا الجانب المغربي بقرار تأجيل زيارة الملك محمد السادس للصين إثر إصابته بأعراض زكام حاد مصحوب بحمى بلغت 39.5 درجة مضاعفة بالتهاب في الشعب الهوائية. وأضاف المتحدث أنه لهذه الأسباب تعذر القيام بهذه الزيارة، وأكد تفهم السلطات الصينية لهذا القرار معربة عن تعاطفها ومتمنياتها بالشفاء العاجل للملك محمد السادس. في خبر آخر، كادت عملية تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ عائلة من منزلها المتواجد بشارع محمد سميحة في الدار البيضاء أن تتحول إلى كارثة بعد أن حاولت الزوجة رمي نفسها من الطابق الثامن للعمارة التي يقطنون بها مدة طويلة حسب ما ذكره زوجها لشوف تي في. ويعرف شارع محمد سميحة في هذه الأثناء حالة من الاحتقان بسبب محاولة تنفيذ حكم الإفراغ، فيما ذكر صاحب البيت الذي صدر في حقه القرار أن هذا القرار جاء بدون إشعار، متهما السلطات المختصة بالتواطؤ ومشيرا إلى أنه يتوفر على جميع الأدلة والوثائق التي تثبت صحة ادعاءاته. في خبر آخر، أثبتت إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة أن أزيد من 31,000 شخص حامل لفيروس السيدا عند نهاية 2013. وأشارت الإحصائيات إلى أن 28% فقط من هؤلاء الأشخاص هم الذين يعلمون بإصابتهم، في حين أن الذين ولجوا لمنظومة العلاج حوالي 24% من حاملي الفيروس، في حين الذين يأخذون الأدوية الثلاثية 21% من مجموع حاملي الفيروس. وأفادت الإحصائيات أن الأمر يزداد تعقيدا لكون أن 50% من الحالات المشخصة هي في مراحل متقدمة من الإصابة. في خبر آخر، أفادت مصادر مطلعة لشوف تي في أن المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء الكبرى بصدد وضع ترتيبات خاصة لمباراة الديربي التي ستجمع الأحد المقبل بين رجاء والوداد البيضاويين بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وذلك لتفادي أي أحداث شغب بين جمهور الفريقين. وأضافت المصادر ذاتها أن ولاية أمن الدار البيضاء ستخصص حوالي 5000 رجل أمن من بينهم عناصر أمنية من المعهد الملكي للشرطة للسهر على أن يمر الديربي في أجواء احتفالية، مضيفة أن رجال الأمن سينتشرون حول جنبات الملعب في الصباح الباكر من يوم الأحد. في خبر آخر، وبعد تداول شريط فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الأحد والذي يظهر من خلاله لاعب فريق رجاء البيضاوي حمزة بوزوق في مشادة كلامية مع أحد مشجعي الفريق الذي انتقد الأداء المتواضع الذي ظهر به بوزوق مؤخرا، ولم تمر إلا يومين فقط على الحادث حتى ظهر نفس المشجع رفقة اللاعب حمزة بوزوق كما نعاين في الصورة مقدما له باقة من الورد كعربون اعتذار على سوء الفهم الذي وقع بينهما، وذلك خلال الحصة التدريب التي خاضها النسور الخضر يوم أمس الثلاثاء بملعب الوزيز. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام موجزنا الإخباري، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.